عزيزي المشاهد، أهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من برنامجك المفضل النداء الأخير. النداء الأخير برنامج يتمحور حول محبة الله التي ظهرت للإنسان من خلال صليب ربنا يسوع المسيح. في هذه الحلقة يرافقنا الدكتور عادل نصحي وأيضا مرنم مصر الحلو الأخ نجيب لبيب. وأنا فؤاد رش مقدم هذا البرنامج، أتمنى لك من كل قلبي قرارات مصيرية، تغيير نحو الأفضل يضمن لك الحاضر والمستقبل أيضا. وكما اعتدنا ندخل في حلقة هذا اليوم بترنيمة مع الأخ نجيب لبيب. تفضل أخ نجيب. كلمة الترنيمة بتقول: ما تعولش الهم، ما تخافش، ربك موجود. نجيب، ما أروع هذه الترنيمة. إلى الدكتور عادل، ما هي رسالة الرب لنا وللمشاهد في هذا اليوم؟ رسالتنا النهاردة: ما تعودش الهم وما تخافش، ربك موجود، بس بلغة بقى إنجيل يوحنا أصحى 14. تفضل. إنجيل يوحنا الأصحى 14: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به. في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا
تكونون أنتم أيضا وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. آمين. شكرا يا دكتور عادل. ياريت نبدأ بصلاة قبل أن ندخل في حوار وتعليق ودراسة للآيات اللي قرأت على مسامعنا. أيها الرب يسوع، أنا أشكرك من كل القلب لأنك أنت حي. نشكرك من كل القلب لأنك أرسلت روحك القدوس إلى قلوبنا. نشكرك لأنك تقودنا بقوة الروح القدس في دراسة وتحليل للآيات التي قرأت على مسامعنا. تعال يا روح الله وأكشف عن أعماق جديدة. باسم الرب يسوع صلي. آمين. آمين. دكتور عادل، إلى سؤال. تفضل. وهو من سؤال من العدد الثاني. تفضل. يقول: في بيت أبي منازل كثيرة. سؤال هو: ما هو بيت الآب؟ أيوه. هل تستطيع أن تعطينا لمحة عن بيت الآب وما يقصد أيوه. الرب يسوع المسيح ببيت الآب؟ كويس. كبداية لمدخل هذه الحلقة. لاحظت حاجة يا أخونا فؤاد، أنه ما بيقولش في بيت الآب، في بيت أبي، كأنه عايز يقول لي أن في علاقة شخصية بين الآب والابن والروح القدس. دي بتأكد برضو من التأكيدات الكثيرة أنه المسيح هو الله. في بيت أبي، لأن هو والأب واحد. إيه الموضوع يا رب؟ قال لي في بيت أبي إيه؟ منازل كثيرة. أنت عرفتها إزاي؟ يقول لي عرفتها، ده أنا جاي من فوق ليكم. واحد جاي من السماء لكي يخبر أهل الأرض التعساء أنه يوجد لهم مكان. مكان إيه؟ عارف إحنا مسيحيتنا مش الواحد يخش بالعافية، يعني يقول لك يا لو عارف ينفد بجلده. لا، ده بيقول لي لا 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 لا، إحنا أنا وأبويا والروح القدس بنرحب بكل إنسان يجي، حتى لو كان وحش. يا رب بيقول لي ما بدورش غير على الوحشين، بس باخدهم أغسلهم بالدم وأغيرهم وأستقبلهم في بيت أبويا. عشان كده الرب النهاردة بيفتح قدامنا حاجة اسمها أنه المكان عظيم ومعد لاستقبال. عارف لو العالم كله رجع للمسيح وتاب هيلقى المكان برضو متسع. أمين. إلى آخ نجيب. نعم. بيت الآب، هل من بيت الآب مش مصنوع بأيدي زي ما مكتوب في العبرانيين، رسالة العبرانيين، مش بأيدي بشرية، لكن ده من صنعة الله. وهذا البيت بيت أبدي، مش بيت فاني، أشياء فانية أرضية، لكن شيء سماوي عدو الرب. وفي أماكن كثيرة جاهز موجود هذا البيت. إذن هو سماوي وليس أرضي فاني. لنا في السماء بناء، هذا البناء أبدي وليس وقتي. جيد. دكتور عادل، الدخلة اللي دخلنا فيها الأخ نجيب أنه البيت سماوي، يتكلم الرب يسوع المسيح إلى تلاميذ يعني جايين عاميين، يعني من عامة الناس صيادين، ويتكلم يعني كأنه بألغاز. هل استطاعوا أن يفهموا أبعاد هذا البيت السماوي؟ شوف، مهما توصف شكل السماء أو المنازل اللي فوق، ما حدش يقدر يوصفها. يوحنا العظيم في سفر الرؤيا، اللي يقرأ سفر يوحنا أو رسالة يوحنا اللاهوت الأخيرة، قعد يوصف وشاف رؤيا. اوصف يا يوحنا، قال مش عارف أقول لكم إيه. أرضها ذهب، أقول لكم الأساسات بتاعتها أحجار كريمة، أقول لكم الأبواب لقالق. عارف بولس مرة الوحيد اللي صعد ونزل تاني، هو نفسه بيقول أنا، اوصف يا بولس بقى، قال أنا مش عارف نفسي أنا كنت في الجسد ولا خارج الجسد، يعني مش عارف روحي بس اللي راحت ولا كل كياني. طب اوصف يا أخي.
قال لي ما اقدرش. لا، رأيت مناظر الرب وإعلاناته وسمعت كلمات، حتى كلمات لا يسوغ الإنسان أن يتكلم بها. لكن باختصار شديد قوي هنا الرب يقصد في بيت أبي منازل كثيرة بالنسبة للتلاميذ البسطاء، لأن هنا كانوا معرضين للاضطهاد. ما نقرأ الصحات اللي قبل كده، هو قال لهم بما أنكم هتمشوا ورايا هتضطهد، وده بيقول لهم، مش بيقول لهم بس، بيقول لنا كلنا، ما دام أنت هتبقى تبع المسيح، الشيطان بيرفض المسيح والعالم بيرفض المسيح، تتوقعوا ايه يا تلاميذ؟ قالوا له هنطرد، احنا يهود ولينا ميراث، هيطردونا من الارض بتاعتنا، هيطردونا من البيوت. قال لهم ما تشيلوش هم، او ما تشيلوش الهم وما تخافش. ايه؟ قال اصل انا مجهز لكم فوق مش خيم ولا اوتيلات، يعني لا، في بيت مستقر ابدي. فكان عارف هنا المفارقه يعني. طب دكتور عادل، يعني هو يبدأ يعني بالآية لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. كيف عرف الرب يسوع المسيح أنهم مضطربين؟ ما هي العلامات اللي ظهرت على، ما هي الملامح اللي ظهرت على التلاميذ؟ شوف هنا برضو هنا لاهوت المسيح. انا عارف مش احنا مش بنفرضها فرض، وانا ما اعرفش، معلش، شوف انت حبيبي جدا من كم سنة تقريبا، من سنين، لكن مش دايما اقدر اقرأ اللي جواك الا اذا انت عبرت عن اللي في داخلك. طب رب يسوع ازاي عرفت انهم مضطربين؟ قال لي ازاي عرفت؟ فحص القلوب ومختبر الكلام، كل شيء مكشوف قدامه، كل شيء عريان، يعرف كل خفايا القلب وأفكار الإنسان. من كتر حبه لينا أو حبه لتلاميذه ما بيحبش يشوفهم زعلانين أو مضطربين. قال لهم إيه مالكوا يا أولاد؟ إحنا ساكتين أهو. قال لهم لا، أنتوا في اضطراب داخلي. طيب هذا، طب حقيقة صراحة بقى، حقيقة إحنا مضطربين. ليه؟ اولا انت كلمتنا في ثلاث اسباب على فكره في الاصحاحات اللي قبل كده. اتفضل. اول سبب انه قال لهم الليله دي اقول لكم مفاجاه غير ساره، ايه؟ ان واحدا منكم يسلمني. بصوا لبعض، قالوا احنا 12 وما كلنا احسن من بعض. قال لهم واحد منكم. هنا عارف الاحساس لما يكون مثلا ناس حبايب قوي وتكتشف ان في واحد فيهم بيخونك، مش ممكن. فابتدوا يضطربوا، كل واحد يسأل نفسه ويسأل انا. هنا حصل اضطراب. نمرة اتنين، بطرس قال له انا شاعر ان انت بتقول ان انا معكم زمانا قليلا. قال له بالظبط. قال له على فكرة عايز اقول لك حاجة، دي اخر ليلة هقعدها معكم. الله، ده احنا خدنا عليك وخدت علينا وقبلتنا بوحشتنا وبعيوبنا، ما صدقنا عرفناك وتمتعنا بيك، تيجي تسيبنا؟ أنا معكم زمانا قليلا، يا أولادي أنا معكم، ما تزعلوش. لما قلت لكم إن أنا هترككم قبل بالأصحاط اللي بعد كده، ملأ الحزن قلوبكم. لا، أنا دي لازم رسالتي أو إرسالتي هتخلص، الليلة دي هتقبض عليا، لأن عارف الصليب مستني وعارف بعد كده هيطلع لفوق. بتاني سبب إنه هيترككم. ثالث سبب والأخير، إن في واحد منهم كان بنسميه مقدام الرسل، سمعان بطرس، وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك. قال له طب بس هدي كده. قال له لا 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 لا، شوف، لا حكاية خيانة، أنا لا، حتى لو واحد شك فيك. قال له طب ده أنتوا كلكم هتطلعوا تجروا. قال له إلا أنا. هنا الثقة الزائدة بالذات، لا واخد بالك. فراح الرب قال له طب بقى هقول لك حاجة، مفاجأة ثالثة، اهو انت بالذات يا جدع يا شاطر هتنكرني الليلة دي ثلاث مرات. بطرس زعل طبعا، هو عارف ان المسيح بيقول الحق الحق، يعني كلامه عارف. لو اديته فرصة اقول له معلش دي يا رب بالذات، لا. لكن حسن قال له مش ممكن. قال له اللي انا بقوله لك هتشوفه. فادي ثلاث اسباب للاضطراب: يهوذا الاسخريوطي، ترك المسيح لهم بالصليب ثم برجوعه لبيت الاب، نمرة ثلاثة اللي هي انكار سمعان بطرس، حاجة قنبلة فجرها الرب. فهنا كانوا مضطربين. جيد دكتور عادل. الى الاخ نجيب. اخ نجيب، نحن نعلم انه الاضطراب هو نتيجة خوف،
ما هو الخوف اللي كان مهيمن على التلاميذ بالرغم انه هم كانوا في العلية، وكانت هناك مناسبة رائعة جدا، كانت مناسبة الفصح. الخوف من المجهول، هم ما كانوش عارفين المسيح هيسيبهم ويروح فين. هم متوقعين ان المسيح ده جاي ملك ارضي يملك ويحررهم من العدو الروماني الاستعمار. لكن لما كان يعمل معجزات كانوا بيفرحوا، يقول لك ايوه خلاص قربنا نوصل، قربنا نتحرر من المستبد والظالم، جاء الملك القوي اللي هيملك. لكن بصوا تفاجئوا، بيقول لهم ان انا رايح اموت واتصلب وهسيبكم. بس مش فاهمين، هم مش فاهمين انه جاي لكي يتمم خطة رائعة لفداء البشر كله. ما كانوش فاهمين، ما كانش عارف انه هيروح فين لما هيروح. جيد اخ نجيب، هذا بيولد خوف طبيعي المجهول. هنا خوف قاد الى الاضطراب. الرب يسوع المسيح لاحظ بسبب الجهل ايضا. هم لانه مش عارفين فين، بسبب الجهل اتولد الخوف، بسبب طيب عدم معرفتهم. جيد، هذا يقود الى سؤال اخ نجيب. انا حسأله للدكتور عادل. هنا خوف، هناك صمت، هناك رعب، قاد الى اضطراب. الاضطراب هو النتيجة، هي حالة نفسية نتيجة انعكاسات او خوف الى ما شابه ذلك. امامنا نحن مجموعة من التلاميذ مضطربين، فالرب يسوع المسيح رب المجد يعالج الاضطراب بطريقته الخاصة. يريد ان ينقل لهم نوع من الاستقراء او الاطمئنان، فيقول العلاج، يعني انا بالنسبه لي علاج يعني من نوع اخر، انتم تؤمنوا بالله فامنوا به، لا تضطرب قلوبكم. مع علاقه هذه الخمس كلمات بموضوع الاضطراب. حلو قوي السؤال ده. عارف هم مطمنين ليه؟ لانه في وسطهم بيمشي، يجوا اليهود يضايقوهم، هو بيدافع، بيعمل معجزات زي ما كان بيقول اخ نجيب عظيمه تثبت عظمته، فدي كلها بتعظمهم. الجموع ابتدت تؤمن بيه وتمشي وراه برضو اعتقادا انه هيملك ملك ارض زي ما كنت بتقول. فهم انبسطوا، قال لك انت عارف هنكون في واحد قائد عظيم ومنتصر، خلاص ارتاحوا، يعني ارتاحوا على كده. لما قال لهم هسيبكم قالوا له طب احنا مطمنين واحنا شايفينك بعينينا وانت في وسطينا. قال لهم طيب حس كده بقى، عايز اقول لكم حاجه، زي ما انتوا واثقين فيا وانا في وسطيكم ثقوا فيا وانا مش معاكم. قالوا له ما انت مش معانا، قال لهم هبقى معاكم بالروح، انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. زي ما بتؤمنوا بالاب، هم مؤمنين بالله وما شافوهوش. مؤمنين ايه يعني؟ مصدقين ان في اله صح، ومصدقين ان هذا الاله حي وموجود رغم ان هم ما شافوش بعينيه. قال لهم بنفس الفكر، اتعاملوا معايا مش بالعيان لكن بالإيمان. يا رب انت هنا بقى برضو حتة جميلة، ان هنا جزء من لاهوت المسيح، انتم تؤمنون بالله فآمنوا به، الاثنين واحد. طب اخ نجيب يعني التعليق على النقطة هاي، انتم تؤمنون بالله فآمنوا به، اذن الحل في الإيمان. حل الاضطراب لمشكلة الاضطراب والخوف الذي أتى به المسيح هو الإيمان بالمسيح أنه هو الله، الله الابن. كما نؤمن بالله الأب كما تؤمنون بالأب أؤمنوا بي آمنوا بي. هنا علاج الاضطراب الإيمان وليس العيان. نصدق أن المسيح هو الله المتجسد، حتى لما كان معاهم وبعدين سابهم الإيمان هو يبقى كما هو في وسطهم بالإيمان. دكتور عادل، ما علاقة الموضوع يلي أمامنا بعنوان برنامجنا النداء الأخير؟ كيف تستطيع أن تربط بين الاضطراب والاستقرار والاطمئنان والإيمان بموضوع النداء الأخير؟ لأن دي آخر ليلة المسيح كان، شوف بينه وبين الصليب كلام ده ليلة الخميس اللي هو صباح الصليب فيه، واللي فيها عمل العشاء الرباني، كان بيعرف كل الأصحاحات من أصحاح 13 إنجيل يوحنا لأصحاح 17، دي كلها
اتقالت تفاصيل كلمات الرب يسوع في الليلة الأخيرة. ف هو كان زي ما تقول بيدي الرسالة دي، بقول لهم آخر نداء لكل الأيادي، ما تضطربوش، ما تنزعجوش، أنا مجهز لكم مكان فوق، هاجي أخدكم تاني. يعني عارف لخص كل المسيحية من أول ما اتصلب لحد ما هيجي تاني، لخصها في الكم سطر دول، مش بس عشان تلاميذه، عارف، لو عشان هم بس ما تكتبش، كان عشان كل مؤمن حقيقي يعرف ان مسيحنا حي وهيجي تاني، وان موته على الصليب ما كانش شهيد او بطل. وقال، او البعض يفتكر يقول لك ده اتخدع، مره واحد قال الكلام ده، واحد غير مسيحي، قال لك هو كان راجل طيب وحلو، اتخدع ازاي؟ ده جاي عشان كده، جاي عشان يموت على الصليب عشان خاطر يشيل خطاياي، يدفع ثمنها، وبعد كده يقوم من بين الاموات ويرجع للسماء يجهز لي مكان. واحنا النداء الاخير بمعنى ما زال الرب ينادي، بيقول يمكن ايه، ما هو اتي ايضا، اتي ايضا دي مفتوحه، يعني يمكن ايضا النهارده، ايضا الليلاد، ايضا بكره. اذا نرجع بقى للايه الاولانيه، انتم تؤمنون بالله فايه، فامنوا بي، حطوا ثقتكم فيه. على فكره عايز اضيف حته، عارف لو المسيح مش هو الله مفروض يقول ايه؟ انتم تؤمنون بالله، امنوا عن طريقي بالله، انا قد قدمت لكم الاله. لكن ده بيحط تؤمنون بالله فامنوا به. مره بطرس ويوحنا عملوا معجزه في انجيل فصح 3 من سفر الاعمال، قوم واحد مولود اعرج، حلو قوي معجزه، الناس قعدوا تلفوا حواليه، تعرف قالوا له، قال لهم ايه؟ لماذا تنظران إلينا كأنه بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ ده يا الله أقام فتاه القدوس يسوع، هو اللي يعني رح نسب المجد لمين؟ للمسيح أو لله. هنا المسيح، شوف، يا إما يكون هو والآب واحد ودي حقيقة، يا إما كلامه يبقى تجديف، وسامحني يا رب أنت عمرك ما جدفت ولا قلت كلمة غلط. دكتور عادل، ما هي الرسالة التي تريد أن تقدمها للمشاهد الآن؟ الآن، نعم، الآن بقولها لكل واحد، احنا في أيام صعبة قوي، عندنا اضطرابات كتيرة، وخصوصا في المناطق بتاعتنا في الشرق الأوسط، وإحنا بنعتقد أنه دي قربت كل الانهيارات السياسية والأخلاقية والانهيارات الدينية، بتقول أنه قربنا قوي قوي قوي، انت مضطرب، انت منزعج، انت خايف، انت مرعوبة. الرب النهاردة بيقول لك لا تضطرب قلوبكم، مش نوع من السيكولوجي او حاجة نفسية، علاج نفسي، لا، حط ثقتك في يسوع، حط ثقتك في المسيح، قل له اقبلك رب ومخلص ليا، اديني سلام يا رب. هتبص تلقى سلام الله الذي يفوق كل عقل يملأ قلبك ويملأ فكرك، والرب معك. عزيزي المشاهد، سمعت النداء اللي نادى عليك الرب من خلال خادم الإنجيل الدكتور عادل نصحي، فإن كنت قد تجاوبت مع هذا النداء فثق بأن القلق والاضطراب اللي في حياتك يتحول إلى يقين واطمئنان واستقرار وسلام غير عادي يملأ قلبك. نأتي إلى نهاية هذه الحلقة مع الأخ نجيب والترنيمة من ترانيم اللي بيحب شعب الرب في كل مكان، وأنت أيضا من شعب الرب. ما تعولش الهم وما تخافش.
ربك موجود، ده إلهك حي ما بينامش وملهش حدود. عزيزي المشاهد، إن كان لديك أي سؤال أو استفسار فاكتب لنا أو هاتفنا على العنوان والتليفون اللي حيظهر على الشاشة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامجك المفضل النداء الأخير. شكرا دكتور عادل. عفوا. وشكرا أخ نجيب. شكرا.